أحوال الطقس الصبحي بن أحمد من الأرصاد الجوية. صباح الخير، يومك سعيد. صباح الخير سي الحبيب، مرحبا بك فريق العام معك وكل مستمعين الإذاعة الوطنية. البارح الطقس سخون كان. نعم، مش سخانة كبيرة، ما بدأت ترتفع بشوية بشوية درجة الحرارة. اليوم في صباح الباكر درجة الحرارة كانت مستحبة، ظهر ضباب خفيف في بداية الصباح قرب السواحل الشرقية جهة تنفيذ إقليبيا وسوسة. بالنسبة للحرارة في صباح الباكر سجلنا 23 درجة بتونس العاصمة، بنزرت 23، إقليبيا كذلك، تبرقة 25 درجة، جدوبة 21، الكاف 20 درجة، سوسة 20، 23 بالمنستير وكذلك صفاقس، 24 بالقيروان، 26 بتوزر وجبس، 22 درجة. وتعتبر درجة حرارة معناتها مستحبة، أقل من المعدلات العادية الحرارة الصغرى لشارجويليا تقريبا بأكثر من 4 درجات. بالنسبة للريح اليوم باش تتقلص سرعة الريح على كامل السواحل تقريبا، وبالتالي البحر سيكون هادئ فقليل الاضطراب. بداية من شواطئ بنزرت وصولا إلى شواطئ جابس سباحة ممكنة بطبيعة الحال مع ملازمة الحذر، ما عدا بعد الظهر تتقوى نسبيا بمنطقة سيرات أي شواطئ تبرق الرد بيننا أثناء السباحة بعد الظهر. نعم. بالنسبة هذا البحر درجة الحرارة اليوم باش تتواصل كما البارح تقريبا، تتراوح ما بين 32 و 36 درجة قرب السواحل الشرقية، ما بين 37 و 41 درجة داخل البلاد مع ظهور الشيلي محليا. ننتظر اليوم 37 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة، و 41 تكون تقريبا بجهة جندوبة. يوم الغد يتواصل الطقس في استقرار، البحر باش يتواصل قليل الاضطراب فهادئ تقريبا على معظم السواحل. وبالنسبة لدرجة الحرارة باش تشهد ارتفاع طفيف مقارنة باليوم درجة أو درجتين لأكثر، تكون تقريبا في حدود كحرارة قصوى اليوم 37 درجة بتونس العاصمة، غدوة تكون في حدود 38 درجة. وبالنسبة ليوم الأربعاء كذلك ما زال الاستقرار في كامل العوامل الجوية مع استقرار كذلك في درجات الحرارة، والبحر باش يكون هادئ تقريبا على معظم السواحل السباحة ممكنة، ما عدا بداية من يوم الخميس باش ندخلوا تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي قوي على بلادنا مع وصول معناتها تيارات جنوبية صحراوية. درجة الحرارة باش تشهد ارتفاع واضح خاصة بداية من يوم الخميس، باش تكون أربعينية تقريبا على معظم المناطق. دوم يوم الخميس والجمعة وإن شاء الله ترجع بداية من يوم السبت إلى معدلاتها العادية إن شاء الله بحول الله إن شاء الله. شكرا صبحي بن أحمد. أما حبيت نقول أنه الصباح اليوم فما نسمة صحيح، ولكن فما طقس يقلقني برشا الصباح، هو طقس الكراهب اللي تحرق في الأضواء الحمراء. والله بالحق دون موجب يعني ساعات. شكرا ويومك سعيد.